وصلنا الحمد لله، وصلنا ما رغم هذا لاستعادة القوة المالية للبلاد، وكل الناس كانت آنذاك متيقنة أن الجزائر ستذهب إلى صندوق النقد الدولي للاستدانة، والاستدانة معناها أن الجزائر باش تتخلى على فلسطين وباش تتخلى على الصحراء الغربية وتتخلى على نصرة الضعيف، لأن المستدان ما عندوش حق في الكلام. وجدنا الخزينة تاع الدولة في أدنى حد، ونذكر أن آنذاك كنا وصلنا إلى 60 مليار دولار استيراد سنويا، و ما كان عندنا إلا 47 مليار، يعني باش نمشوا بها سنة 2020. وكل الناس كانت تتكهن أن خلال سنة 2020 أقصاها بداية 21 نمشوا، ما مشيناش، ودخلنا في سياسة نقدية ذاتية اللي خلات البلاد تسترجع الصحة نتاعها من ناحية العملة الصعبة، والحمد لله عوض ما تقلص زادت بدون ما نخلي المواطن يشعر بأي نقص في أي مادة من المواد.